جلال المصري فارم، شهرتي مصري. المشروع بيكون في أساسه اللي هو بناء تأسيس مصر على نفس القاعدة بتاع الدول شمال أوروبا زي السويد والدنمارك والحاجات دي، اللي هو مجتمع الرفاهية. ده أساس المشروع علشان يخرج الشعب المصري من حالة المجهول اللي احنا موضوع فيها، وبيقلل من حدة الصراعات السياسية. ركيزة المشروع هيكون البنك الترابط الاجتماعي اللي هيأسسه 58 مليون مصري. فكرته ان كل واحد هيساهم بألف جنيه كحد أدنى وعشر تلاف جنيه كحد أقصى، واللي معاه يعني الناس القادرين هيدي أو هيغطي التزامات الناس الغير القادرين وباسمهم. فلمشاركة كل المصريين في بنك واحد، طبعا بيشعر المواطن انه هو شريك في مجتمعه، بيراقب اكتر وبيشارك في اقتصادياته اكتر. ده من الناحية الاقتصادية. من الناحية الديمقراطية، تنظيم المجتمع المنظمات غير الربحية علشان تمثل الناس في تأسيس البنك، ده بيكون اساس الديمقراطية المصرية وبيبذر الثقافة بتاعتها. طبعا بيكون فيه تنظيمات متتالية على أساس إن بيتعمل مشروعات، يعني الفلوس اللي جاية اللي هتتجمع هتتحط في أي مشروعات وحاجات من دي. فبيتكون في لجنة عليا تخطيطية لوضع برنامج التنمية المصري، من هيشترك فيها الدكتور فاروق الباز بمشروعه، الأستاذ ممدوح حمزة مشروع إعمار سيناء، المشروع التنمية الصناعية الزراعية، في هيئة واحدة مع جميع الهيئات الحكومية اللي موجودة. دي ناحية. الناحية التانية انه بيكون فيه دراسة لتحديد حجم الدولة ومسؤوليتها، انها تضمن انه يكون دورها ضمان للمواطن تعليمه، البحث العلمي، الصحة، والبنية التحتية. الوحدات الإنتاجية وحل مشاكل القطاع العام وكل الحاجات دي. البنك ما هو عبارة عن قطاع عام منشوء جديد، إنما بهيكلة مختلفة، إن الشعب نفسه هو اللي بيتولى إدارته والمراقبة عليه. فبيكون في دراسة على مدة 5 سنين إن كل الشركات القطاع العام بدل بيعها وتخصيصها بتحول بإدارة بنفس الإدارة المدنية اللي هي أو الأهلية اللي هي بتاع بنك الترابط الاجتماعي اللي هتعمل جديد. في شيء تاني اللي هو حل مشكلة الجدول الاقتصادي، اللغة العربية